السلام عليكم ورحمة الله، كديري لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الحلوة ديال العيد اللي صاوبتها. حلوة الهلال ديال الكوكاو، كتجي غزالة بزاف، يعني كتجي بنينة وشيشة. وبالنسبة للمقادير، عندي هنايا جوج كيسان ديال الزيت، جوج كيسان ديال السنيدة مع رشة ملح، 250 غرام ديال الزبدة، جوج أكياس ديال الفاني، وعندنا نص كيلو ديال الكاوكاو اللي كيكون محمر من قبل، ومطحون مع القشرة ديالو. الطحين خديت كيلو عندي هنايا، خديت كيلو. منين سالي نقول لكم من بعد شحال هزات لي ديال الطحين. غادي نخدم الزبدة مع السكر مزيان حتى تولي عندكم كريمة، يعني تعجنوها مزيان بيديكم. ومن بعد غادي نزيدو عليها هادوك جوج كيسان ديال الزيت والسكر فاني، ونخدمهم مزيان حتى هما. ونزيد الكاوكاو، عاد نزيد الطحين، وخاصها تجي رطبة ماشي قاصحة. غادي نخدم الزبدة مع السنيدة ونرجع معكم ان شاء الله. من بعد ما خدمت الزبدة والسنيدة كتولي على هاد الشكل هذا. عجنوها مزيان بيديكم تتحصلوا على هاد القوام هذا كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نضيف عليهم الزيت. من بعد ما درت هادوك جوج كيسان ديال الزيت، يعني ولات ليا خفيفه، دابا غادي نزيدوا الكاوكاو، ومن بعد غادي نزيدوا الطحين بشويه بشويه حتى تخلط لينا، يعني كتجي خفيفه ما كتجيش قاصحه. الكاوكاو كيف ما قلت لكم محمر ومطحون بالقشره ديالو. من بعد ما خلطت المكونات يعني كامله وزدت عليهم الكاوكاو، دابا غادي نزيد عليهم الطحين ونتلاقاو من بعد. من بعد ما كندخلوا الطحين وكنجمعوا العجينه ديالنا، كيف ما كتشوفوا معايا كتجي مفرتته، ما كتجيش مجموعه. غادي تجمعوها بيديكم وتشكلوها على شكل هلال. كيف ما كتشوفوا معايا، يعني العجينه كتحصلوا عليها على هذا القوام هذا كيف ما كتشوفوا، كتجي حرشه يعني. ومن بعد غادي تشكلوها، غادي تجيكم سهله واخا تشوفوها هكاك. من بعد ما شكلت الحلوه ديالي كتجي على هذا الشكل هذا، كندخلوها الفران كنطيبوها من الفوق من التحت على درجة حرارة 160 درجة. كيف ما كتشوفوا يعني خرجت ليا كمية اللي هي كبيرة بزاف. غادي نطيبوها ونتلاقاو. من بعد ما طيبتها كتجي هشيشة وكتدوب في الفم. غادي تخليوها حتى تبرد تماما، ومن بعد تفندوها في السكر كلاصي وتقدموها. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه، كتجي زوينه بزاف وبنينه. كنتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم، وما تنساوش الاشتراك باش يوصلكم الجديد ديالي. بالصحه والراحه، ودمتم في رعايه الله وحفظه.